هبتدي دلوقتي نعمل الاسكالوب. الاسكالوب بقى انا عاملاه النهارده باقل الامكانيات. اقل الامكانيات بمعنى ايه؟ مش عامله فيه شغل كتير، يعني التتبيله بسيطه، عندنا دقيق وبقسماط بس، عندنا زيت وزبده او حبه سمنه بلدي كده للقلي للاسكالوب عشان يبقى طري ومقروش وطعمه حلو. واحنا بنقليه في زيت نحط معاه معلقه كده من السمنه البلدي، بيفرق جدا جدا عايزه اقول لكم. خلاص طيب، هنتبل الاسكالوب بتاعنا بايه النهارده؟ هنتبله بميه بصل. اوكي، عندنا ميه بصل اهو مع حبه بصل مبشور، حبه صغيرين قوي، ممكن نزود ميه البصل شويه، ويا لو بيتناها بقى في ميه البصل دي اهو. بصوا اصلا لون اللحمه اتغير على طول، ميه البصل يعني جامده. هنحط فلفل اسود وفلفل اسود هنا، هحط رشه ملح ورشه ملح هنا، واسيب الاسكالوب كده شويه. هجيب بوله بقى كده حلوه احط فيها البيض، واحط فيها حبه صغيرين قوي من معلقه صغيره من ميه البصل مع فلفل اسود مع ملح ونقطه من الخل. يبقى احنا كده اول حاجه تبلنا الاسكالوب بملح وفلفل اسود وميه بصل ومعلقه صغيره قوي من البصل المبشور. نزود عليه ايه؟ ممكن نزود عليه جوز الطيب، نزود عليه بهارات لحمه اللي انتوا عايزينه، بس التتبيله دي هتدينا نتيجه حلوه قوي. ميه البصل مع الملح والفلفل كفيله ان يبقى طعم الاسكالوب حلو جدا، ولو بيتناها بقى هنا كده هتدي طعم خطير للاسكالوب. التتبيله قليله والامكانيات التتبيله تكاد تكون موجوده، عندنا ملح وفلفل وميه بصل بس ومعلقه صغيره من البصله المبشوره، نبيتها ليله كده في الثلاجه، النتيجه هتبقى حلوه جدا جدا. خلاص طيب، البيض ده عملناه بايه؟ ملح وفلفل ومعلقه صغيره من الخل. هبتدي بقى اجيب الاسكالوب كده ونبقى متاكدين ان مفيش بصل مبشور. خلاص، ويا دوبك يا دوبك هعفره كده من الدقيق واحطه كده مع البيض. خلاص اهو اهو يا دوبك، تمام كده، عشان بس عايزه ايه، ولما نيجي نشتغل نشتغل زي ما انا بشتغل كده، تبقى الموضوع مره واحده عشان بس الدقيق ما يعملش عجينه في الجلافز اللي احنا لابسينه. يعني لما نيجي نشتغل نشتغل كده مره واحده، نتبل مره واحده ونحط بالدقيق مره واحده ونعمل بالبيض، وبعد كده نعمل البقسماط ايه على نظافه. الدقيق بقى اللي بنحطه في الاول ده بيمنع ان الكفر بتاع الاسكالوب يتشال، وبيخليه فعلا فعلا طعمه لذيذ جدا ومقرمش كده وطري كده. ايه عملنا اول حاجه. تاني حاجه بقى اهو البيض كويس جدا مع الاسكالوب. خلاص احط هنا كده كده الاسكالوب كله بقى في بيت. هبتدي اعمل كده ليه حطيت هنا؟ عشان مش عايزه اظفر كل البقسماط، لو حسيت ان انا محتاجه تاني هحط. وانا بقى بعمله هعمله كده بالسكينه، بيساعد ان انه يستوي بسرعه اسرع، لان انا ايه المسام بفتحه. خلاص اهو يا
يفضل ان احنا نسيبه يريح ربع ساعة في التلاجة، يفضل. لو مش هتعمله كده مفيش مشكلة، بس هو الأحلى ان احنا نسيبه شوية. تمام، هحطه كده. دلوقتي بصوا بقى بعمل الاسكالوب اهو، حطيته في زيت سخن جدا اهو، ماشي. وهو بيبتدي اهو، هبتدي احط له ايه، معلقه السمنه البلدي، ماشي. هي هتدوب على طول، واسيبه شويه. نقول الاسكالوب عملنا فيه الاسكالوب، تبلته بميه بصل تقريبا كده كوبايه ميه بصل على الكيلو، خلاص. ممكن نحط معلقه خل كمان معاه لو انتوا عايزين، وحطينا ملح وفلفل اسود بس، خلاص. مع ملح وفلفل اسود بس، مع حبه صغيرين قوي من بشر البصل، سيبناها كده حبه حلوين. وبعدين رحنا حطينا معلقه واحده من ميه البصل مع ملح وفلفل ومعلقه خل مع البيض، ضربناه كويس جدا مع بعض. وحطينا الدقيق، حطينا الدقيق، وبعد كده حطينا البيض المتبل، بعد كده حطينا البقسماط المتبل، كل ده بملح وفلفل بس. لو انتوا عايزين تتبلوه بتوابل تانية طبعا براحتكم، خلاص. بعد كده عملنا ايه، حطيناه في البقسماط، ممكن نسيبه في التلاجة ربع ساعة، وبعد كده نبتدي نقليه. واحنا بنقليه في زيت سخن، وهو خلاص دخل الزيت السخن والزيت ابتدى يغلي، هنحط له معلقه من السمنه البلدي. حطيت في اول دفعه معلقه من السمنه البلدي، هحط كمان في الدفعه الثانيه. نخلي بالنا الزيت يبقى اكتر من السمنه، لو السمنه هي اللي اكتر هتتحرق، خلاص.